في محاولة بيجي، بيجي يدخل داخل منطقة العمليات وعسلة والدفاع ومحاولة وتخرج. أول محاولة خطيرة جدا. ناحية بيجي وخطأ، خطأ من البومو. المهاجم ومحاولة لصالح دراك، من هناك دراك فهم بعزة وتدخل الدفاع. عزة ودراك وفرصة للتهديف من جانب شباب الوزداد. نعم قلنا سددات جيدة. دراك اللي كنا ما شفناهش كثيرا في الشوط الأول كما كنت ذكرت حفيظ. شوف اللعب صدام لك. والمحاولة كانت أصعب، والمحاولة مرة أخرى لدراك اللي يحاول المراوغة ويحاول تسجيل، ولكن كورته بين أحضان الحارس مصوف. كرة صعبة لنقاش، دراك يسجل. دراك للمرة الثالثة أمام من ولي، وانطلاقة لصالح شباب بالوزداد وخطأ وإنذار. بطاقة إنذار ثاني لغازي، بطاقة حمراء يعني. إنذار ثاني لغازي، البطاقة الحمراء لغازي لأنه تلقى البطاقة الصفراء الثانية. ونشوف الإعادة يعني. كان دفع، كان دفع، كان دفع من غازي على يحيى شريف. يحيى شريف إذا فاهم بوعزة والهدف، فاهم بوعزة والهدف الأول لصالح شباب الوزداد، والهدف الأول لصالح شباب الوزداد لأنه الكرة كان هناك فتحة طويلة وتدخل هدف، والهدف هدف التعادل لصالح فريق نصر حسين داي. هدف التعادل لنصر حسين داي بعد 4 دقائق يا رفيق. في مازال وقت حفيظ مازا، مازال 4 دقائق امام التشكيلتين. لقاء من جديد. صدام ترجع الكره لشباب عن نهايه الشوط الثاني.